ولمناقشة الرسالة المفتوحة بشأن قواعد التعايش في المجتمع والضوابط الناظمة للسلوك الجمعي العام في العراق، معنا مقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق الدكتور ثامر العلواني. مرحبا بك معنا دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام، يا مرحبا يا أخي الكريم، حياكم الله. من المسؤول باعتقادكم دكتور عن هذا الاضطراب بالتعايش في المجتمع العراقي؟ بداية أود أن أشير إلى أهمية رسالة الهيئة اليوم التي هي تأتي لبيان الظلم والإجحاف الواقع على أهل السنة والجماعة في العراق، ومحاولة إرغامهم وترهيبهم من أجل ممارسات شعائر خاصة بطائفة معينة. وتأتي هذه الرسالة أيضا لبيان خطورة ما تقوم به أحزاب السلطة وميليشياتها في العراق في محاولة لتغيير عقائد وأفكار أهل السنة والجماعة، وهو بطبيعة الحال يمس التعايش السلمي. ما شاهدناه في الأيام الماضية من تسيير ما تسمى بالمواكب الحسينية في المحافظات السنية مثلا، نعم، وإجبار الناس على أفعال وتصرفات لا تتناسب مع ما يعتقدونه، أو استفزاز مشاعر ونفوس أهل السنة بشراء ضعاف النفوس بالمال أو المناصب، أو ترهيبهم من أجل أن يفعلوا ما يخالف معتقداتهم ومبادئهم، أو على الأقل لا يتناسب مع عاداتهم وتقاليدهم الشرعية. أهمية الرسالة أيضا تأتي من جانب أن الكثير الآن في العراق يخشى أن يقول الحق لأنه سيتهم بالطائفية، وربما يعتقل أو يغيب أو يقتل أمام بيته أو أمام منزله أو أمام المسجد الذي يخطب ويتكلم فيه. نعم. والحقيقة أن الطائفية المقيتة هي عين ما تفعله الحكومات وأحزابها وميليشياتها اليوم، التي تريد أن تظهر عراق الفاروق، عراق أبو جعفر المنصور، عراق الذي له هويته وتاريخه وتراثه بصبغة دينية معينة، وإلغاء الآخر إلغاء تاما، الذي تاريخه وثقافته وتراثه يزخر به العراق، بل إن من أسس بغداد والبصرة هم أهل السنة والجماعة. فعندما تأتي شرذمة منحرفة تتحكم بمصير العراقيين، قتلت وشردت وهجرت الملايين بدوافع طائفية، هذه هي التي يجب أن تحاسب على مساسها بالتعايش السلمي في المجتمع العراقي. فإذا القضية بالتعايش السلمي ليس المقصود هو أن تجبر الآخرين على ممارسات شعائر معينة، بل هو الإجبار على إجبار الناس على أن يأتوا بهذه الممارسات هو ضرب التعايش السلمي في العراق. نعم، وفي هذا المجال كذلك ما خطورة تأسيس القواعد العامة الناظمة للسلوك الجمعي في العراق؟ حقيقة ونحن نعاني منذ 20 عام تقريبا أو أكثر من أخطر المشاريع التي جاء بها الاحتلال الأمريكي وأحزاب السلطة وميليشيات الطائفية، هو تفكيك المجتمع العراقي وضربه من الداخل بحجة الدفاع عن المذهب أو نصرة المذهب أو المظلومية. والحقيقة أن من يتحكم بالعراق هذه الأحزاب، هم أكبر أعداء العراق، فهم من قاتل العراق وقاتل العراقيين ووقفوا بصف أعداء العراق، وهم من جاء مع المحتل ودمروا العراق، لأن الاحتلال جاء بضرب العراقيين بعضهم ببعض، وجاء بتقسيم العراقيين طائفيا وعرقيا، وهذا ما فرضه على العراقيين، وجعلوا الهوية الفرعية مقدمة على الهوية الأصلية. وهذه الأحزاب والميليشيات هي التي جاء بها الاحتلال، وهي من تسلمت السلطة من الاحتلال ودفعهم الاحتلال لإقصاء الآخرين وتهميشهم، لضرب أهم قاعدة بالعراق وأهم مبدأ في العراق هو التعايش السلمي، الذي من الواجب على الجميع أن يحترم الآخرين، من الواجب على العراقيين احترام بعضهم بعض، خصوصا في خصوصياتهم وعباداتهم وعاداتهم. ولذلك نحن الآن في خطر كبير في ظل العملية السياسية الحالية، في ظل أحزاب السلطة وميليشياتها التي هي دائما تسعى بكل إمكانياتها لتغييب كثير من أهل السنة، تغييب عقائدهم، تغييب شعائرهم، مصادرة حقوقهم، منعهم مستقبلا حتى من أن يعتزوا بهويتهم ودينهم وعباداتهم وتاريخهم وثقافاتهم. هذا مشروع خطير. نعم. على العراق أولا، مشروع خطير على محيط العراق ثانيا، مشروع خطير على الأمة عامة، فضلا عن كونه سيولد ردات فعل عنيفة لا يعلمها إلا الله، وربما يتجاهلها أصحاب السلطة، لأنهم للأسف هم يسيرون بمشروع اسمه مشروع تدمير العراق. نعم دكتور، من الواضح أيضا أن الحكومة والقائمين على أمور العراق يجرون مؤسسات الدولة لإحياء مناسبات خاصة بقسم من أبناء الشعب العراقي، ومع أن الدولة كان يفترض أن تكون محايدة و
تقف في المنتصف بين جميع مكونات وأطراف المجتمع. حقيقة هذا الوصف الأخير يجب أن تكون الدولة محايدة بين جميع أطراف المجتمع. هذا عندما نتكلم عن دولة وطنية، عندما نتكلم عن أحزاب تسعى لخدمة المجتمع مثل المجتمع العراقي، لكن ليس نتكلم عن خدمة أشخاص وفئات معينة فقط. ما يجري هو هذا، رمي الآخرين، رمي الأغلبية الساحقة إلى الجحيم كما يقولون، كما تفعل الآن أصحاب السلطة وحكومات العراق. عندما نتكلم عن دولة حقيقية سنجد أن الحكومات تسعى لخدمة شعوبها، وأول خدمة وأول واجب على الحكومات، كل الحكومات الوطنية، هو أن تمارس العدالة والمساواة. ولكن عندما تأتي بأشخاص هم بالأصل أعداء للعراق، هم بالأصل يريدون محو تاريخ العراق، هوية العراق، فسترى هؤلاء يسلكون كل الطرق التي فيها فتنة العراقيين، فيها تمزيق العراقيين، فيها خراب العراقيين. وهذا ما تفعله الآن أحزاب السلطة وحكوماتهم، هم يجترون أفعال الباطنية المقيتة وسياسة الدول أو الحكومات الباطنية التي أضرت بالأمة الإسلامية على مر التاريخ، وكانت دائما ما تضربها بخاصرتها القاتلة. الباطنية كانت تقف مع أعداء الإسلام ضد الدولة الإسلامية. ما نراه اليوم من ممارسات سياسية حزبية طائفية مقيتة تذكرنا بتلك السياسات الباطنية، والنتيجة معلومة للجميع. ولكن للأسف ما يجري هو مخطط لتدمير العراق والأمة جميعا. لكن دكتور، ما المبرر لبعض الجماعات والأحزاب المحسوبة على السنة من الانجرار إلى ممارسات غير معهودة؟ والله لا يوجد أي مبرر، ولكن ما نشاهده من محاولات المشاركة فيما تسمى بالمواكب الحسينية من جهات وأحزاب سنية وأعماء محسوبة على أهل السنة والجماعة، أو السير بمواكب داخل المحافظات التي معروفة التوجه، معروفة بعقائدها، معروفة بتقاليدها، بعباداتها، هذه مظاهر وممارسات مدفوعة الثمن، محاولة لإرضاء بعض الأحزاب والميليشيات الطائفية من أجل الحصول على مكاتب شخصية وفئوية على حساب هوية وتاريخ وانتماء هذه المحافظات، بحجة أن هذا من التعايش السلمي. والحقيقة أن التعايش السلمي ليس إجبار الآخرين على شعائر ومعتقدات معينة، خصوصا أنها تتنافى مع معتقداتهم الأصلية، فإذا لا تأتي إلا من أجل مكاسب دنيوية على حساب الآخرين، على حساب عقائدهم وهوياتهم. نعم، يعني وهنا نسأل، أين خصوصية الهوية المجتمعية للسنة في العراق، وخاصة في ظل التشويه الحاصل؟ لا يوجد. الآن الحكومات في العراق وأحزابها لم تدخر شيء من قوتها ومالها في محاربة هوية أهل السنة والجماعة، فضربوهم في مدنهم، شنوا عليهم حروبا كبيرة، استخدموا فيها الأسلحة المحرمة الثقيلة والخفيفة المتوسطة، ضربوا المدن السنية جميعها بالمدافع، الدبابات والصواريخ والطائرات، ثم تعاونوا وجاءوا بدول العالم كي يضربوا أهل السنة، هجروهم، شردوا ملايين الناس في العراق. منذ أكثر ما أو منذ ما يقرب من 10 سنوات هناك مدن إلى الآن أهلها لا يسمع لهم بالعودة، أعدموا آلاف الناس، قتلوا عشرات الآلاف تحت ركام البيوت، خصوصا الموصل لدينا شاهد على ذلك. كل هذه الانتهاكات، كل هذه الجرائم التي هي ضد الإنسانية ارتكبت ضد أهل السنة من أجل أنهم يحملون هوية معينة، من أجل تغيير معتقداتهم وبيع وطنهم، لأنهم أثبتوا على مر هذه السنة أنهم وطنيون يحبون بلدهم. لكن الحمد لله هم صامدون باقون، لأن العراق هويته وتاريخه ثقافته معلومة للجميع. الآن وبعد كل هذه الجرائم التي ارتكبت ضد أهل السنة من أجل تغيير هويتهم، انتقلوا إلى شراء ضعاف النفوس لكي يطبعوا على تغيير هذه الهوية وإلباس أهل السنة ثوب ليس ثوبهم، في محاولة لإيصال صورة للعالم بأن العراق طابعه وشعبه ذات صبغة مذهبية واحدة. وهذه طبعا من أحد الأهداف أو من أحد أهداف الحكومة وأحزابها الطائفية التي تحاول أن تمررها إلى العالم. يعني اليوم في ظل ما يعيشه العراق من تحديات ومشكلات، وتجري قولبة الدولة والمجتمع بقالب واحد، وهذا طبعا يخالف مبدأ التعايش في الحقيقة، خطورة استمرار هذه النمطية والتغيير الديموغرافي الحاصل وكل الإجراءات التي تقوم بها أطراف معروفة ومنذ سنوات طويلة، خطورتها على المجتمع العراقي؟ بلا شك أن هؤلاء هم لا يسعون إلى التعايش السلمي، وإنما هم يضربون التعايش السلمي، أقصد الحكومة وأحزاب السلطة والجميع.
منذ 2003 وهذا حال العراقيين. ولكن بالتأكيد محاولة قولبة المجتمع، محاولة جعل بقالب أو مذهب معين، محاولة إرغامه على ممارسات معينة، هو أبدا لا يصب في صالح التعايش السلمي، لأن أهم قاعدة في التعايش السلمي هو احترام الآخر، احترام مذهبه، احترام عقيدته، احترام عاداته، احترام تقاليده. الآن نجد العمل يعملون عكس ذلك، هذا يعني أنهم ينتهكون خصوصيات المجتمع العراقي ويحاولون زرع الضغينة داخل أفراد المجتمع، وهذا بلا شك سيولد كوارث على المستوى القريب والبعيد، وهذا سيكون ضمن إطار التغيير الديموغرافي في العراق. فكما هجرت هذه الحكومات مدن معينة وشردت أهلها، الآن تريد أن تجعلهم يعتقدون عقائد معينة وترغمهم عليها وعلى ممارستها، والحقيقة أنهم هم بذلك يخسرون الدنيا والآخرة. هم فشلوا في إدارة العراق مع توفر كل الاحتياجات الموجودة لخدمة العراقيين، ولكنهم سرقوها. هم يريدون أن يهربوا من فشلهم إلى أشغال الناس بالفتن الطائفية لكي يحاولوا أن ينسوا الناس خدماتهم، توفير خدمات، احتياجات، هذه كلها. ولكن نعم، الحقيقة إنما هم يسيرون بالعراق في مخطط إيراني أمريكي هو معروف، مشروع تدمير العراق ونهب ثرواته، وهذا ما يحصل منذ 2003 وإلى يومنا هذا. أشكرك جزيلا دكتور ثامر العلواني، المقرر القسم السياسي في هيئة علماء المسلمين في العراق، شكرا لك.